بقول لكم ايه، انتوا لازم تركزوا معانا الفترة اللي جاية دي، علشان كل ليلة في مهرجان القاهرة بألف ليلة وليلة. ايوه صدقوني، هنتكلم بقى على عروض افلام واطلالات وخناقات كتيرة. ايوه خناقات كتير. انتوا ما تعرفوش الخناقة اللي حصلت مع هند عاكف في الافتتاح؟ هقول لكم. ده مهرجان بلدي وانا فنانة ومن حقي ادخل، عيب اللي بتعملوه معايا ده. الكلام ده مش هزار، لا دي كانت خناقة كبيرة بين هند عاكف والمسؤولين عن تنظيم دخول الفنانين في مهرجان القاهرة. طيب بيتخانقوا ليه؟ ناس قالت علشان مش ملتزمة، وناس قالت علشان معهاش دعوة، وناس تانية خالص قالت لا دي عاوزة تدخل في دور مش بتاعها. ايه يا جماعة، هو طابور عيش؟ والحقيقة ان صوت هند عاكف وهي بتعليه وبتقول انا فنانة وده مهرجان بلدي ولازم ادخل، عمل قلق لكل الموجودين. غير ان الخناقة دي بقت موجودة في كل الفيديوهات عن المهرجان، بس التنظيم عرف يحل الموقف، وهوب لقينا هند عاكف على الريد كاربت بفستان عليه فنانين كتير، واولهم حسين فهمي. يعني الست صارفة ومكلفة وما تدخلوهاش، مينفعش يا جماعة. المهم الليلة عدت والافتتاح خلص، بس الكلام عن الخناقة دي مخلصش، وده اللي خلى هند عاكف تطلع في لايف طويل تحكي اللي حصل معاها، مش بس على امبارح، لا ده من قبل كده. هند قالت انا متعودة احضر المهرجان والدعوة بتجيلي لحد البيت، السنة اللي فاتت ما جاتليش دعوة، ومع ذلك حضرت الافتتاح ودخلت لاني فنانة معروفة، وكنت لابسة فستان فرعوني عمل ترند ساعتها. وكملت كلامها وقالت قبل المهرجان بأسبوعين كلمت الإدارة وسألتهم فين دعوتي، وحد من الإدارة قال لها في كشوفات وهنشوف اسمك موجود ولا لا. وقبل الافتتاح بيومين كلمتهم تاني وردوا عليا وقالوا لي اسمك مش موجود فمالكيش دعوة للحضور. طبعا هند سمعت الكلام ده وما عدتش الموضوع، لأن مسؤولة الإدارة قالت لها أستاذ حسين فهمي بيقولك مالكيش دعوة يبقى مش هتحضر الافتتاح. هند كملت كلامها واللي كانت بتحاول توضح منه ان في ناس مش فنانين ولا سينمائيين ولا من صناع الدراما خالص بيكون معاهم دعوات وبيحضروا، فانا اولى بقى. والحقيقة بعيدا عن ان هند عاكف فنانة بس مش متواجدة يعني بشكل كبير، بس من حقها تحضر، وجهة نظرها سليمة، لاننا شفنا ناس في الافتتاح مش بيمثلوا او حتى وجوه جديدة وموجودين على الريد كاربت عادي ومحدش منعهم ومعاهم كمان دعوات. فوجهة نظر إدارة المهرجان إيه بقى في حضور ناس مش معروفة ومنع ناس معروفة؟ بصوا هو كله هيبان الفترة اللي جاية، خلينا مع بعض وهنقول لكم كل الأسرار.